بعد قرابة 3 أشهر من انتشار فيروس كورونا بالجزائر، يستبسل الطاقم الطبي وشبه الطبي للتصدي لهذا الوباء، مما يحتم عليهم العزلة عن عائلاتهم والمكوث في فنادق وضعت تحت تصرفهم خوفا من انتقال العدوى. لكن ومع مرور الأسابيع يعاني العديد منهم ضغوطات نفسية ومهنية. سميرة ممرضة بمصلحة الإنعاش الطبي تروي لنا كيف تعيش عزلتها منذ أكثر من 60 يوما. دوبي كي قالوا لنا غادي ندخلوا لي مالات كوفيد، حنا لا غير هما الاولى اللي بداو كوفيد. بون خفنا نهار الاول، انا بيرسونيل خفت كبيه وليت هاك. ومن بعد بون درت كوراج مع دي كوليغ ومننا وقلنا معليش نخدموا تكتفوت 20 جور ان موا تفوت، بصح طولت بزاف. ما جيت نقنع لو ماري تاعي باللي نجي لوتيل وكلشي كانت صعيبه بزاف. انا تاني نبغي نروح نشوف شيباني تاعي، نبغي نروح نشوف لا ماما، نبغي نشوف داري وكلشي، بصح نخاف. هذه هي حياتنا، قلت لك ولات لوتيل خدمه غسيل، كي نجي هنا نغسل مابقاش غير نغسله. بيت المريض وخلية الإصغاء بمستشفى أول نوفمبر بوهران خصص حصصا للاستشارة والمعالجة النفسية لزملائهم ممن هم في الصفوف الأمامية ويعانون من ضغوط العمل وتغيير نمط الحياة العادية. دخلوا في روتين باش نكسروا هذا الروتين يليق بدائل، مثلا الاستماع لقراءة الكتب، التواصل عبر لي ريزو سوسيو فيسبوك ماسنجر، ما يخلوش رواحهم توجور في العزلة وفي الوحدة. هذه التحلي دائما بالتفاؤل والأمل. المرضى كذلك معنيون بالمتابعة النفسية على مستوى المؤسسة إضافة للعلاج العادي. ناكري دي بوات كيما الفايبر ماسنجر الواتساب للاستشارة النفسية للناس اللي راهم بعيد، هذه أول حاجة. الفئة الثانية وبالإضافة إلى حتى اللي يجوا عندنا هنا نستقبلوهم للاستشارة النفسية، هذا للفئة اللي راهم خايفين من العدوى. الفئة الثانية الناس اللي راهم في الكوفيد، يعني إذا كان المصلحة محتاجتنا ولا كأخصائيين نروحوا نشوفوا واش كاين مع البيرسونال. وتعد المتابعة النفسية عاملا مهما في علاج المريض من جهة، وتخفيف الضغط النفسي والاجتماعي على الطاقم الطبي وشبه الطبي من جهة أخرى.